بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين يا رب جعلنا الله من المفلحين الفائزين آمين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه موديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تختم لنا بالصر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة السفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعزا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين. واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحقه. وآتيكم من كل ما سألتموه ولا
تردنا خائبين يا من هو أقرب من كل قريب وأجود من كل جواد وألطف من كل لطيف ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا والتجأنا وأنت ملاذنا وبك ثقتنا وتول أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى غيرك بحق وكفى بالله وكيلا حاساك يا مولانا أن يمد إليك عبد يستعطف نوالك وجودك من حسن ظن فيك يا من أجود من كل جواد فترده خائبا يا من تيسير العصير عليه يصير وقضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين وقضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين وقضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين واصف اللهم أمراضنا وأمراضهم شفاء تاما عاجلا واصف أمراضنا وأمراضهم شفاء تاما عاجلا واصف أمراضنا ونجنا من مرض كورونافيروس واصف أمراضنا ونجنا من مرض كورونافيروس وأمراضهم شفاء تاما عاجلا غير آجل لا يغادر سقما ولا ألما ولا وجعا ولا أثرا على وجه الحياة بسر اسمك الشافي وببركة آيات الشفاء والمعوذتين اللهم احي قلوبنا اللهم احي قلوبنا ببوارق أنوار مصاهدتك ومراقبتك حتى لا نغفل عن ذكرك ولو لحظة واجعل لنا ذكرك وذكر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألذ وأحلى من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والطف بنا بلطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي واسترنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك حتى لا عين تراك ولا يد تصل إليك ولا يد تصل إليك في حياتنا ومماتنا وعند سؤال الملكين والبعث والحصر والحساب واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وأقن عثراتنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت منطقنا عند المسألة وثبت منطقنا عند المسألة بالحق بحق قولك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل جوازنا على صراطك البرق الخاطف أو أسرع ونجنا من ظلمة القبر وضيقه وضغطته ومن أكل الديدان وأنس وحشتنا وارحم قربتنا وجاف الأرض عن جنوبنا واجعلنا من الذين لا يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم بحق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومن الذين لا يرون في قبورهم غير ما يسرهم وتظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك في زمرة سيدنا ومولانا وشيخنا التجاني رضي الله عنهم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والذين تبدل سيئاتهم بالحسنات بحق قولك إن الحسنات يذهبن السيئات وحق فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وحول اللهم أحوالنا إلى أحسن الأحوال وعدنا من عبادك الذين لا ينفقون أموالهم رئاء الناس والزهاد الذين يحسبهم الجائل أغنياء من التعفف والذين لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
ويدرؤون بالحسنة السيئة ويصلون ما أمرت به أن يوصل ابتغاء وجه ربهم ويألفون ويؤلفون ولين قلوبنا بسر قولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويعفون ويصفحون بحق فمن عفا وأصلح فأجره على الله آمين. ويسترون عورات إخوانهم سرا وعلانية آمين. خوف مقام ربهم ونجنا من الحرص والطمع آمين. وخوف الألام والاهتمام بالرزق آمين. وأعقل ألسنتنا عن الغيبة آمين. وأعقل ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والسعاية آمين. والكذب والزور والبهتان والفضول والهدى وذكر عيوب الناس واجعلنا من الممتثلين الآمرين بالمعروف والمجتنبين الناهين عن المنكر بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ولا تجعلنا من الذين يصلون وهم كسالى والذين ينفقون أموالهم وهم كارهون ولا من الذين يفسدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا من المداهنين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولا من الذين اصطروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ورضاك بغضبك واجعل المؤمنين أولياءنا حتى نكون معهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بسر قولك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقوانا ما أحييتنا وأيد اللهم الإسلام وأيد اللهم الإسلام وأهله والأئمة والأتباع وانصره وأعل مناره حتى يرجع له عزه ومكانته وانصر من نصره واخذل من خذله بحق والله متم نوره ولو كره الكافرون ووحد اللهم كلمة المسلمين وصفوفهم واجعلهم متحابين متآخين في الله لله واجمع سم لهم كما جمعت بين الروح النوراني والجسد الظلماني وألف بين قلوبهم يا من يؤلف بحق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وسر قولك ولكن الله ألف بينهم متمسكين بكتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين وعن شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن أنجاله الأقمار والأبرار سيدنا محمد الكبير وسيدنا محمد الحبيب وسيدنا الخليفة وسيدنا محمد المختار وسيدنا إسماعيل وعن خلفائه الأخيار كسيدي علي حرازي وسيدي محمود التونسي وسيدي علي التماسيني وسيدي محمد بن المصري وسيدي العربي التازي الدمراوي وسيدي محمد الحافظ العلوي وسيدي محمد الغالي وسيدي عبد الوهاب وسيدي محمد المختار وسيدي إسماعيل وسيدي عبد الوهاب الأحمر وسيدي محمد بن أبي النصر وسيدي إبراهيم الرياحي وسيدي العربي بن الصاحح باب الشيخ رضي الله عنه ومولانا شيخ عمر الفوتي وسيدي الفاهي مما يروا وشيخنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا الحاج مالك وعن أولاده وعن سادات الطريقة كافة رضي الله عن شيخه وآله وعنهم أجمعين رضا لا سخط بعد
ذنبا لا صرت بعده ولا الصلب ولا الضرب وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا آمين. ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا آمين. ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك آمين. ولا يرحمنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين ديار العدل والإسلام واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين ديار العدل والإسلام وصغر الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك واعف عن ذنوبنا يا من يحب العفو وعافنا من كل ما نخاف ونحاضر ومن سر كل ما خلقت ما نعلم وما لا نعلم يا حصيب يا معافي يا سلام بحق ألف لام ميم آمين يا رب كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وحق أحون قاف أدم حم هاء آمين وحق ألف لام را كافها يا عين صاد قاسي